يبطلنا للحاسم اهوال عوهال الصبر ميقاته وللناصر ميقات سمى المعارك بالقصاص واشعلوها من بطن مطراوي ومجرى الكباعات قتايب الموت اقبلت وزعوها متلحف اهل الغزو في كل جبهات عهد الولا بدماؤهم ودعوها ولاية الله فوق كل الولايا هبوا على ظهور الوضع وسمعوها الصافنات الموليات المغيرات الله أكبر رايته يرفعوها بالحق تبهر رايته كل راية يا جند ربي وسعوها وسعوها هدوا عروش المملكة والإمارات عبيد واشنطن ونجد اجمعوها صدوا عليها نار في كل الأوقات ثم المنايا نار يشرعوها ما فادهم لو يزحفوا بالفغارات من كل دولة ضدنا جمعوها احنا لها بكفوفنا الموت لجاء اوامر وبام العرب يتبعوها واحنا تبعنا امر رب السماوات اوامر وبام العرب يتبعوها واحنا تبعنا امر رب السماوات ابطالنا للحاسم اهوال فعوها للصبر ميقاته من الناس لميقات سمى المعارك بالقصاص واشعلوها من بطن مطراوي ومجرى الكباعات قتايب الموت اقبلت وزعوها متلحف اهل الغزو في كل جبهات عهد الولا بدماؤهم ودعوها ولاية الله فوق كل الولايا هبوا على ظهور الوضع وسمعوها الصافنات الفوليات المغيرات الله أكبر رايته يرفعوها بالحق تبهر رايته كل راية يا جند ربي وسعوها وسعوها هدوا عروش المملكة والإمارات عبيد واشنطن ونجد اجمعوها صدوا عليها نار في كل الأوقات ثم المنايا نار يتجرعوها ما فادهم لو يزحفوا بالفغارات من كل دولة ضدنا جمعوها احنا لها بكفوفنا الموت لجاء اوامر وبام العرب يتبعوها واحنا تبعنا امر رب السماوات اوامر وبام العرب يتبعوها واحنا تبعنا امر رب السماوات